في دايت مش مع ليون جاليون بشيشان التي لم تضل.
هكذا ليس مشيئتهن أمام أبيكم الذي في السماوات أن يهلك أحد من هؤلاء الصغار. إن أخطأ إليك أخوك فذهب عاتبه بينك وبينه وحدكما، فإن سمع لك قد ربحت أخاك، وإن لم يسمع لك فخذ معك واحدا أو اثنين لكي تقوم على فم شاهدين أو ثلاثة كل كلمة، فإن لم يسمع ولا لهؤلاء فقل للبيعة، وإن لم يسمع ولا للبيعة فليكن عندك كوثنين وعشار. الحق أقول لكم إن كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. أشوحا لا لا الكلمات الأخيرة من إنجيل اليوم. الحق أقول لكم أن كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. الله، كل الإنجيل عفناه، إحنا كل عفناه وتشلمنا بهذه الكلمة. هذا المقطع هاي الآن تشلمنا بها. سلطان من يسوع المسيح مباشرة لكل واحد من عندنا إحنا رجال الدين. هذا السلطان إذا أنا حجيت معناته الله حجي. كل هذا النص اللي قريته قبل هذا المقطع كأنه هو لا شيء، بس هذا المقطع هو اللي يدعم صلبتي ويدعم قوتي ويخليني أن أكون أنا الملك هنا. واللي أقوله معناته أنه الله هو أعطاني هذه الرخصة أنه يكون ماشي على الكل. فهنا الكنيسة شنو سوت؟ لغت عقلنا. لا تفكر، أنا إذا أفكر بدالك. لا تهتم، أنا بدالك. كأنه شغل يسوع المسيح الخلاصي ما عنده وجود بعد. فالكنيسة بالبداية كانت رسولية. ليش؟ واليوم راح يمكن واحد يسأل ليش كنيستنا مو رسولية اليوم؟ إيه رسولية، رسولية بس لأنهم من سلسلة الرسل،
بس مو رسولية لأنه هي تتبع قضية خلاص يسوع المسيح. الكنيسة بدأت تتبع رسالة يسوع المسيح الخلاصية لأنه فقدت قضيتها، قامت تهتم بما هي تريد، جعلت الشعب أن يهتم في روحانيات تعيش بالخيال مو على الأرض مو بالواقع. صلوا للقديسين وصلوا صلاة الصباح وصلاة المساء وقبل الأكل وبعد الأكل وإلى آخره من ممارسات وعبادات وأعياد و بحيث الكنيسة ضاعت، طلعت عن طريق خلاص يسوع المسيح. فهنا نحن اليوم أمام شك كبير. مو أنا دا أزرع الشك، الكنيسة دا تزرع الشك. شوف الناس كلها مذبيناه لي وراء. إذا شككتك عينك إيدك رجلك شما يكون اقطع. فالكنيسة ما تتقطع، لا تتمادى. ما يهمها أنه الإنسان يشك، المؤمن يشك، ما يهمها أنه هذا الإنسان يحتاج إلى غفران، ما يهمها أنه هذا الإنسان يحتاج إلى حب، ما يهمها أنه هذا الإنسان يحتاج إلى احتضان، كل ما يهمها. المهم أن تكون تابعين. السلطان بيدي. فكل ما هو قبل هذا المقطع ما مهم بالنسبة لنا. المهم أنه أنا أكون صاحب السلطان. فهنا خدمة المصلحة، مصلحة رجال المؤسسة الدينية. ولهذا يسوع المسيح، وأني مثل ما قلت بالبداية، يسوع المسيح هو قام ضد هذا التوجه السياسي الديني، لأنه من في الدين تدخل المصلحة معناتها سيست، صارت سياسية، لأن السياسة مصلحة. أما الله هو مو مصلحة، الإيمان هو مو مصلحة، الإيمان هو كيف أن تخدم. فكنيسة يسوع المسيح الأولى، الرسل كانوا ناس خدومين لشعبهم، خدومين للناس اللي تؤمن، قومهم، تفهمهم، تعلمهم كيف يسوع المسيح وضع هذا الخلاص في العالم، حتى أنت تقوم، حتى أنت تحيا، حتى أنت تكون إنسان. ولهذا الرسل نشعر، ولهذا اليوم احنا فاشلين. اكو عندنا اكثر من 50,000 نسمة هنا في سان دياغو، ايش قد بيجون الكنيسة من هذول 50,000؟ 5%؟ 7%؟ 10%؟ والباقي ما عاد اكو خلل. اكو خلل. والكنيسة تدب الخلل براس الناس. ما نكون الخلل بيا اني. ليش ما نكون متواضعين ونعترف بخطيئتنا، نعترف بعدم مقدرتنا لفهم قضية يسوع الخلاصية؟ خلاص احنا نرجع من جديد الى الانجيل، الى يسوع المسيح. بس لازم نتواضع، لازم ننزل من عروشنا حتى نقدر نتوب، حتى نقدر نوعى، حتى نقدر نكرز، حتى الناس نتباوع بيا وبغير من رجال الدين حيقول هذول هم رجال يسوع المسيح. ولهذا حقيقة لا تثقون بنا، لا تثقون بنا يا
كشعب لا تثقون بنا ابدا، لان احنا نمشي همنا حسب مصالحنا. ولهذا يمكن راح تقولون شنو هذا الكلام كبير صعب؟ لا مو صعب، اريدكم ان تتوعون، اريدكم لا تسمعون كلمه واحده من عندنا اذا ما تفكرون بها. لازم يكون عندكم هذا الوعي، لازم ينزل. احنا مجموعه جدا صغيره، بس هاي المجموعه الصغيره تحتاج ان توعى. من هي راح توعى وراح تفهم، راح تقدر تفهم وتوعي وتثقل الاخرين، راح تنقل هاي الرساله، راح تنتشر. بس احنا اذا كنا مظلمين طبعا ما راح نقدر نشوف اللي باوعنا شيء. شوف الظلام، بس من يشوفك نور راح يباوع عينه، راح تنفتح، راح يقول ليش؟ راح يبدي يسال ليش هذول هيج اني مو هيج. فنحتاج الى هذا الوعي الايماني، الى هذه الثقافه الانجيليه، الى ان نباوع على يسوع المسيح. لا تباوعون علينا، على يسوع المسيح. هناك حقيقه الله راح يظهر في كل واحد من عندنا ويكشف للعالم. امين.